أهلا بكم في المحاضرة 11. إن شاء الله اليوم راح نتحدث عن واجبات الدول. بطبيعة الحال زي ما شفنا سابقا عن لو حقوق الدول وما يجب أن تتمتع به كل دولة والامتيازات التي تحصل عليها، في الوجه المقابل هناك عليها التزامات أو عليها واجبات يجب أن تقوم بالمحافظة عليها وتحقيقها. وهناك نوعين من الواجبات، الواجبات القانونية والواجبات الأدبية. حين الحديث عن الواجبات القانونية، هي الحقوق التي لا يقابلها حقوق ثابتة يفرضها قانون واجب الاتباع. أما الواجبات الأدبية هي التي تكون من صميم واجبات الدول، ما يملي عليها ما يملي اللي هو الضمير الجماعي مثل ما تحدثنا في أول المحاضرات، وما يملي عليها القواعد المعاملة بالمثل. ونضرب مثال على ذلك، أو نوضح لكم أهم الواجبات الأدبية بداية. واحد، معاونة الدول التي تصاب بكارثة طبيعية. إذا فاكرين لما قلنا عن اللي هو مطار عفوا ميناء بيروت، لما قلنا صار انفجار وصار في عنا مساعدات من موريتانيا، وفي صارت فيها مساعدات من موريتانيا وماليزيا، أعتقد صحيح موريتانيا وماليزيا، وقلنا كل واحدة إيش قدمت مساعدات. ثاني شيء، مساعدة الدول التي تتعرض لأزمات اقتصادية مثل ما حدث في اليونان حينما تعرضت لأزمة اقتصادية حادة، وتساعدت وقدمت الدول الاتحاد الأوروبي المساعدة لها. وكمان عندنا التكاتف ضد الإجرام بتسيير تبادل المجرمين الهاربين مثل ما يحدث في الإنتربول. رابعا، إسعاف السفن والطائرات التي تتعرض لزوبعة أو إعصار، يعني السفن التي تتعرض لمشاكل أو الطائرات التي تتعرض لمشاكل فيتم تقديم المساعدة لها. هذا واجب أدبي على الدول. خامسا، مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية، يعني أي معاملة تقوم بين الدول يجب تقديم اللي هو المعاملة الأخلاقية بداية. أما حين الحديث عن الواجبات القانونية فتتمثل في أربعة، أول واحدة منهم هي واجب تسوية المنازعات الدولية سلميا. اثنين، واجب تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي حين يعني يحتاجوا إلى أن يقوموا بعدوان أو عفوا يقوموا بهجوم على دولة معادية، أو حين يقوموا بطلب عدم التعامل مع دولة مثلا تتعامل بأسلحة البيولوجية أو الكيماوية، فيجب الإنصياع على ذلك. والواجب الثالث وهو واجب عدم التدخل في شؤون الغير، يعني كل دولة يكون لها يعني شؤونها الخاصة. ورابعا، واجب احترام الإنسان. طبعا راح نفصل في بعض النقاط المهمة التي تعنينا، واللي مهم لعنا أول شغلة اللي هي واجب تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. وهذا الواجب يفرض علينا ما تملي اللي هي هيئة الأمم المتحدة في العالم، واللي حددت العديد من الطرق السلمية، واللي منها كان مي أول شغلة فيها كانت المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتحكيم. طبعا هاي الوسائل بنسميها الوسائل السلمية لطرق حل النزاعات أو فض النزاعات التي تكون بين الدول، أو النزاعات الداخلية بتكون بين الجماعات المسلحة. أوجد القانون الدولي اللي هو طرق سلمية لحل هذه المنازعات يجب أن يتم اللجوء إليها قبل استخدام طرق القوة أو القوة أو الطرق الأخرى غير السلمية. ولهذا الغرض تم إنشاء محكمة دائمة للتحكيم الدولي تستهدف في حل النزاعات تستهدف حل النزاعات بين الدول. وتم كمان إنشاء محكمة العدل الدولية، مش عارف موجودة هنا أو لا، وكان من أهم مهامها لحل المنازعات التي تقوم بين الدول بالطرق السلمية والقضاء في هذه المنازعات. وكانت العديد من القضايا اللي مسكتها أو
اطلعت عليها محكمة العدل الدولية، وتوصلت إلى نقاط مهمة ومحاور مهمة. الشغلة الثانية اللي هي تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي، وهذا الأمر بيتطلب اللي هو نقطتين، يا إما المساعدة أو الواجب بيكون من ناحية سلبية، بجانب سلبي أو جانب إيجابي. الجانب السلبي كيف بيكون؟ من خلال تقرير الأمم المتحدة فرض حصار على إحدى الدول بسبب مثلا اختراق لقواعد القانون الدولي، بسبب قيامها بغزو معين، بسبب قيامها باحتلال منطقة معينة. ففي هذه الحالة هناك واجب على الدول بالانصياع لأوامر لقرارات الأمم المتحدة، ويكون الانصياع والواجب ها هنا سلبي، وذلك بعدم مساعدة الدول التي وقع عليها العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة. في الجانب الآخر، الجانب الإيجابي، حينما تقرر الأمم المتحدة التدخل العسكري في إحدى المناطق لفض النزاع، فيكون واجب على الدول أن تقوم بالمساعدة المادية أو المساعدة البشرية أو المساعدة اللوجستية أو أي مساعدة بتقدر تقوم بتقديمها، أو تسهيلات من خلال السماح بالطيران عبر أراضيها أو المرور عبر أراضيها للتدخل في أي نزاع تقرر هيئة الأمم المتحدة التدخل فيه لحل هذا النزاع بشكل مسلح. واضح الأمر كيف؟ مع إنه يعني في كثير من الدول بتقول والله إني إحنا بنتدخلش، وإحنا راح نقدم مساعدة للدول التي تقرر معاقبتها، مثل ما صار أيام العراق، غزو العراق للكويت، وأيام ما حدث في ليبيا، وفي العهد الراهن ما يحدث في العقوبات المقررة على إيران، وهلم جر هذه الأمثلة. الواجب الثالث هو واجب عدم التدخل في شؤون الغير، يعني بمعنى كل دولة يكون لها الحرية المطلقة في معاملة أفراد شعبها وفي إدارة شؤون البلاد بالشكل الذي ترتئيه، دون تدخل عقائدي أو سياسي. يعني ما بنفع والله نقول في دولة معينة يروح يتدخل البابا باعتبار أنه هو قائد المسيحية في هذا العصر، يتدخل في شؤون إحدى الدول ويقول والله هذه ذات أغلبية مسيحية وبالتالي إحنا لازم نديرها وإحنا لازم يكون لنا السلطة العليا في هذه الدولة. أو لو نطلق يعني نقيس الأمر مثلا على مصر، أو نقيس عفوا نقيس الأمر على تونس مثلا، نقول تونس أغلبية مثلا مسلمة، لا خلينا نضرب دولة ثانية، نقول دولة ألمانيا مثلا، نقول والله ألمانيا نفترض أنها دولة أغلبية مسلمة، بنقدرش نفرض احنا مثلا المعاهد الازهريه بتقدرش تفرض والله المانيا في عندكم اغلبيه مسلمه وبالتالي يجب ان تنصاعوا للاداره المسلمه او للازهر او للازهر الشريف مثلا في مصر. فاهمين كيف؟ يعني لا يجوز التدخل العقائدي او السياسي. اثنين، التدخل المالي، يعني لو دوله معينه صار في عندها اشكاليه ماليه لا يجوز ان تقوم بتقديم مساعدات هذه الدوله، ومن خلال هذه المساعدة تفرض شروط معينة. التدخل الإنساني بعد سيطرة الأمم المتحدة على العالم وسقوط الاتحاد السوفيتي في القدم، أصبح هناك الحاجة إلى وجود نقاط رئيسية تجتمع عليها معظم الدول تتعلق بحقوق الإنسان وحماية البيئة وقضايا الديمقراطية. وهذا الأمر فرض نقطة مهمة، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حيث أن الدول الكبرى في حينه وإلى الآن أصبحت تتدخل في الشؤون الداخلية، والأمثلة على ذلك ما حدث في العراق وما حدث في الدول العربية جميعا، من لبنان إلى تونس إلى الجزائر إلى سوريا. يعني كل هذه الدول
والعراق كمان، يعني كل الدول هذه الدول أصبحت هناك تدخلات يعني مختلفة بدواعي إنسانية. طبعا هذا بيقولنا والله واجب على الدول إذا كان هناك حاجة معينة لشعب من الشعوب، مثلا نقول تدخل تركيا في حماية السوريين الذين يكونوا على أراضيها، وعمل شو بنسميها، عمل يعني مثل المخيمات على الأراضي التركية للسوريين، هذا بنسميه تدخل إنساني. ولكن هذا التدخل الإنساني ممكن أن يتخذ كذريعة لتدخل سياسي، لتدخل عسكري، وهذا هو ما يمنع اتخاذه كوسيلة أو ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. الواجب الرابع وهو واجب احترام حقوق الإنسان، هذا ما أكدنا عليه، أنه جميع الدول يجب عليها أن تقوم باحترام حقوق الإنسان، سواء الحقوق الفردية أو الحقوق الجماعية، ويمنع عليها ارتكاب الجرائم اللي بنحكي عنها، الجرائم الدولية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم الجماعية، كل هاي الجرائم تمنع القيام بها. أو حتى أي دولة لو قامت باستخدام الأسلحة البيولوجية أو الأسلحة الكيماوية فيحظر عليها استخدام هذه الأسلحة، اعتبارا من الواجب المفروض على هذه الدول باحترام حقوق الإنسان. ننتقلها هنا إلى زوال الدول وتوارثها، يعني بمعنى إنه أي شيء يعني يعني دوام الحال من المحال، بمعنى أي دولة مهما طال الزمن إلا ما يصير في عندها تغيرات، يا إما تغيرات إيجابية يا إما سلبية، والتغيرات الإيجابية أو السلبية بتحدث يا إما بتفكك الدول أو اتحادها. على الأغلب في العصر الحديث كل هي تصار بينفصل، يعني أقرب أمثلة كانت في السودان، السودان انقسمت لسودان شمالي وجنوبي، كوريا شمالية وجنوبية، بريطانيا اللي أبعدت عنها أو انفصلت عنها إنجلترا، مين كمان، الدول اللي كانت تشيكوسلوفاكيا اللي كانت حوالي أعتقد 6 دول أو 7 دول واللي انقسمت، واللي أسبق منهم اللي هو الاتحاد الأوروبي، أصبحت الدول تتفكك. الدول المندمجة هذه كانت يعني في العصر القديم حديثا يعني قليل جدا، ولكن هذه الأمور سواء بالتفكك أو في الاندماج هي إحدى الصور التي تترتب على زوال الدول أو توارثها. يعني حين الحديث عن الصور التي تنتهي بها الدولة أو تتشكل بها الدولة بدنا نتحدث عن بعض النقاط الأساسية التي تطرأ على الدولة أثناء وجودها. يعني أول شغلة اللي هو اندماج عدة دول في دولة واحدة بحيث تكون بسيطة وتصبح مركبة. النقطة الثانية تفكك الدول الدولة الواحدة وانحلالها على إثر حرب أو ثورة أو انتخابات مثل ما حدث في بريطانيا. يعني أول شغلة اللي هو اندماج عدة دول في دولة، الشغلة الثانية اللي هي تفكك الدولة الواحدة إلى عدة دول، أو انفصال بعض الأقاليم عن الدول، يعني يكون تابع لإقليم معين وبعدها ينفصل عنه، يعني يكون إقليم للدولة. الشغلة الرابعة انقسام الدولة الواحدة على نفسها وتحولها إلى دولتين مثل ما حدث في السودان، أو إلحاق جزء من إقليم الدولة بإقليم دولة أخرى، يعني مثلا دولة تتنازل عن جزء من إقليمها لدولة أخرى مثل ما حدث بين مصر والسعودية في جزيرتي طيران وصنافير، هذه أمثلة عليها. بعدين بيقول والله أهم التغييرات التي تطرأ على مقومات الدولة وعناصرها في حال التوارث أو الخلافة، فهي بقول لك في النوع الأول، النوع الذي يطرأ أو يظهر بناء على التغييرات التي تتناول المعاهدات. يعني بمعنى إنه والله في عنا دولة معينة هان بتمثل التغيير بالنسبة للمعاهدات لطريقتين أو لرؤيتين، بمعنى إنه والله لو عنا في جزء، خليني أرسم لكم إياها عشان تفهموها.
لو قلنا والله في عندنا هاي إقليم، وهي في إقليم اللي هو إيه الموجود، حلو، هاي دولتين، نقول والله الدولة هذه تنازلت عن جزء من إقليمها وانضمت لي، هذه نسميها ألف، هذه نسميها باء. لو قلنا والله ألف تنازلت عن جزء من إقليمها وانضمت لألف، لقيت هذا جزء من الإقليم، هذا الجزء إيش وضعه؟ الأحمر ولا لو لون تاني؟ خلينا لو لون تاني، خلي أصفر. نقول هذا الإقليم اللي كان تابع لمين؟ لألف، عفوا لباء، هذا الإقليم كان تابع لباء وذهب لألف. هل قلت نشوف ايش التغييرات اللي ممكن تطرأ بالنسبة لإيه للمعاهدات؟ يعني لو نقول والله ألف كانت عاملة معاهدات مع واحد واثنين وثلاثة، تمام؟ هل قلت المعاهدات اللي عاملاها واحد واثنين وثلاثة ايش الوضع بيصير فيها؟ هل بتطبق على هذا الإقليم المنفصل؟ ولا لا ولا لا فهمناها ولا لا؟ هي رفعنا احنا المشكلة في الصوت. طيب ما تحدثنا فيه سابقا وقلت لكم رسمت لكم الرسمة سابقا. وين راحت الرسمة؟ أنا ما قلت لكم هاي في واحدة وبعديها اجت هاي، أخذت، شايفين أخذت هذا الإقليم، تم إضافته لإيه؟ ليش أصفر؟ خلي أحمر فيه. قلنا تم إضافة وهذا الإقليم اللي كان لباء صار لألف، حلو. قلت هذا الإقليم بالنسبة للاتفاقيات أو المعاهدات اللي كان مبرمها مثلا ألف، أو عفوا باء، هاي الاتفاقيات اللي كان مبرمها باء طبعا راح يظل ملتزم فيها، ولكن الاتفاقيات هل تسري على المنطقة اللي صارت جزء من ألف؟ هاي المنطقة قلنا والله الإقليم المنفصل من الدولة، وقلنا هناك آراء بتقولنا والله إذا كانت المعاهدة التي وقعتها الدولة قبل الانفصال تسري على الإقليم أم لا؟ يعني هاي السؤال. وقلنا التعامل الدولي إيش بقولنا والله بعد الانفصال لا تقوم بتنفيذ المعاهدات السياسية، خليني بس أعدلها شوي، المعاهدات السياسية لا تسري على هذا الإقليم المنفصل عن مين؟ عن باء. أما بالنسبة المعاهدات التي تتعلق بتعيين الحدود والمعاهدات التي تتعلق بحقوق الارتفاق أو الملاحة النهرية، هاي بتبقى إيه؟ سارية. هاي بتبقى سارية، هاي سارية وهاي سارية وهاي سارية، أما هاي بتكون غير سارية. واضح؟ بالنسبة للديون بقولنا والله الدولة اللي انفصلت أو اللي ما زالت يعني سابقة، بقولنا والله لا تزول الديون ب زوال هذه الدولة أو انضمامها أو تغييرها، بتظل الديون زي ما هي. ليه؟ لأنه مقابل ما أنت الديون راح تتحملها أنت يا جزء منقطع أنت من باء، مقابل هذه الديون أنت راح تستفيد من خيرات هذه البلاد، وبالتالي الجزء اللي تم اقتطاعه من باء بده يتحمل ألف مسؤوليته، مسؤولية الديون. ليه؟ لأنه راح يستفيد من الموارد الموجودة عند ألف. يعني الديون لا تزول أو تسقط أو وإنما تنتقل بكاملها إلى الدولة التي ضمتها، يعني تنتقل لمين؟ لألف. واضح؟ نروح ننزل الآن. طيب هذا بالنسبة لإيه؟ للمعاهدات وبالنسبة للديون. طب بالنسبة للأملاك، قال له والله لما تكون أملاك خاصة راح تنتقل زي ما هي، يعني زي ما قلنا والله من اللي اقتطعت من باء وراحت لألف راح تظلها الممتلكات الخاصة كما هي، لا يجوز للأملاك
ألف أن يقوم بالتنكر إلى الممتلكات الخاصة، يعني مملوكة للأشخاص أو للشركات، ما بيقدر يتملص منها. أما بالنسبة للأموال العامة فتنتقل ملكيتها للدولة المنضمة لها اللي هي دولة ألف، زي ما ذكرنا في المثال السابق. بديش أعيد أنا الرسمة تانية، أكيد حفظتوها أنتم ولا ما حفظتوهاش؟ أعيدها تاني. هاي ألف، هاي تا. تمام، يعني هاي جزء من الدولة اللي كان تابع لباء وانتقل لألف، بده ينتقل بالأملاك. إذا كان في أملاك خاصة بده يظل محفوظة لأصحابها، إذا كان في أملاك عامة بده ينتقل لألف. طيب بالنسبة للتشريعات، بقولنا والله التشريع بالنسبة للدستور، يعني في عنا عدة تشريعات عادية وتشريع دستوري. التشريع الدستوري هذه المنطقة المنضمة بدها تخضع في اللي هو التشريع الدستوري لمين؟ لألف. أما بالنسبة للتشريعات أو القوانين اللي هي العادية، سواء كانت المدنية المالية الجزائية وما إلى ذلك، بدنا ننتظر عبل ما يتم إصدار اللي هو إجراء تشريعي، مثلا تشكيل نقول برلمان في هذا المنطقة، وبعد اللي هو تشكيل البرلمان بيتم إصدار تشريعات خاصة. طيب القضاء، إيش نسوي في القضاء؟ بدنا نفرق بين الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية. كيف؟ قلنا والله بالنسبة للدعاوى المدنية إذا لم يصدر فيها حكم نهائي قبل الانفصال تنتقل لمين؟ للدولة الجديدة، يعني بتصير يروح لألف إذا ما كانش إيش صادر فيها حكم نهائي. أما اللي صادر فيها أحكام نهائية قبل الانفصال فيتم تنفيذها من قبل ألف زي ما هي، يعني ما بيجوز إنه ينظر فيها القضاء اللي موجود في ألف. فبالدعاوى الجزائية يقول لك تقوم الدول بالتوقيع معاهدات واتفاقيات خاصة فيها بهذه الجرائم أو الدعاوى، وبيتم تطبيق القواعد العامة. طيب التغييرات التي بتصير على جنسية السكان، بقولنا والله يفقد سكان الإقليم المنفصل أو المستقل جنسيتهم الأولى اللي هي تحت ألف، ويكتسب جنسية الدولة التي انضم إليها اللي هي عفوا، يعني يفقد باء جنسية دولة باء ويذهب إلى دولة ألف ويكتسب جنسيتها زي ما ضربنا المثال السابق. هاي بالمجمل اللي بدنا نتحدث فيه. إن شاء الله المحاضرة القادمة نتحدث عن المنظمات الدولية.